فخامة الرئيس، مين موت الحلم فيك لما بلشت توعي الأحلام فينا؟ ما ضد حدا نحن 30 سنة عم بجيب اليوم نفس النواب ونفس الوزراء من كل الطوائف. هون في نص معاش وهون ما في معاشات بالمرة. عندي عائلة شو بعمل؟ مش حدا بسرق؟ وهون في ناس كتير راحت على بيوتها وقعدت بلا شغل. إن شاء الله بينحرقوا بالدنيا وبالآخرة. بدنا الاثنين يرجع مثل ما كان. إصلاح البلد بده يتم. أنا راجع على الشارع والثورة ما حتموت. لا بقى بدنا ناكل، ولا بقى بدنا نشرب، ولا بقى بدنا مصرياتنا من البنوك. بدنا بلد وبلد بس. وسوا رح نقاتل لآخر نفس.